هو ده بيتعالج يا ماما. حلوين يا اخي. ربنا يسهل طريقك. الباب عند الجزمه والشنطه، الشنطه على الباب، مفتاح الشفونيره. يلا. انت زعلان مني؟ كفايه مرمطه يا ماما. انت مبسوط؟ ربنا يوفقك. يلا يلا يا ماما، ما تجيش بقى. متشكره. لا ما تجيش خالص يا جزه، بره. يلا يا ماما. تصبح على خير. هيجي منين الخير؟ بخير حلال يا مهندس. عديلة عايزة منوك. أفندم. أيوه. أمال فين شركة؟ زمانها جاية يا فندم. أصل هي دايماً كده تحب تتأخر. ما أنت عارف بقى الستات ودلعها بقى. هجيب اي محامي من بره. انا عديله. عديله جت اهي. عديله اهي. يا عديله اتاخرت ليه؟ مواصلات. ما انت عارف يا بخيت المواصلات. جبت معاك محامي؟ انا افتكرتك انت اتصرفت. ايه مالك عديله؟ انا اتبهدلت. اتبهدلت قوي من غيرك يا بخيت. طب بس 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 ما تعطيش ما تعطيش حبيبتي. ما تسيبنيش تاني يا بخيت. مش هسيبك. عمري ما هسيبك ابدا. بتحبني بجد؟ الا بحبك. ده انا بموت فيك عادي. انا كمان بموت فيك. الله الله يا استاذ يا استاذ. ايوه. ايه مش مكفيكم البحر والرمله جايين تكملوا هنا؟ سياده القاضي، نحن ابرياء من هذه التهمه. براءه الذئب من دم ابن يعقوب. ان هذه الفتاه خطيبتي. ايوه بس انا مش شايف دبل في ايديكم. ما هو باعتبار ما سيكون. سياده الرئيس، حضرات المستشارين، نحن نطالب البراءه ولا شيء غير براءه. انظروا معي وحكموا ضمائركم إلى هذه الفتاة. انظروا معي إلى هذا الوجه الملائكي البريء. هل يمكن لهذا الوجه الملائكي أن يرتكب مثل هذه الفعلة النكراء؟ انظروا. ملك صندوق، شوف يا جدع انت، أنا هأجل لكم القضية لحد ما تلاقوا محامي يترافع عنكم. رفع الكف. اتصوت واصرخ وخربش واعد فيه لغايه ما سابني. انا اتبهدلت قوي يا بخيت. انا هروح اقتله. لا لا يا بخيت، احنا مش قدهم. طيب الظاهر مفيش فايده، عمرنا ما هنتجوز ابدا. ان شاء الله هنلاقي حل. ازاي بس؟ دي مقفله من كل ناحيه. ضروري هنلاقي حل. بخيت، بأي شكل هنلاقي لها؟ بخيت بخيت، احنا مش ناقصين قضية أدب تانية. علي قوي قوي بخيت. افرض يا حبيبي حد طب علينا. مين هيطب دلوقتي؟ هنقول له ايه؟ قول له انت مين؟ انا محمد بيه. اقفل لا مؤاخذه.
محمد بيه ده؟ معرفش. حضرتك صاحب عباس بيه؟ ايوه صاحب عباس بيه. اقفل لا مؤاخذه. دي ليك. ايه دي؟ مش عارف، انما الزهر عليها ساعة كده. ساعة؟ عيالك عاملين ايه؟ كويسين. كويسين؟ خد ربع جنيه اهو، هات لهم لحمة وشوية فاكهة وشوية حاجات كده، نغنيشهم يعني. عباس بيه ما بيجيش هنا غير يوم الاثنين، وبيمشي بدري اكمنه متجوز، وأنا هنا بقى في حراسة على طول. أنت خدمت فين قبل اسكندرية؟ طنطا. طنطا. طيب، خلي بالك ها؟ هخلي بالي. من هناك اخيرا اتحلت ازمة السكن يا عديلة. يا سلام. يعني عقبال الظروف ما تتعدل. الظروف عمرها ما هتتعدل لوحدها يا اخي. الناس هي اللي بتسكت على حقوقها. صح. الناس هم اللي لازم يغيروا ظروفهم. طبعا. تعرف لو انتخبنا مرشحين عادلين كانوا ممكن دافعوا عننا وعن حقوقنا. العيب فينا بخيت، احنا اللي بنتساهل في حقوقنا وبعدين نرجع نشتكي ونعيط. نعيط بخيت. انت امتى اخر مره رحت انتخبت؟ امتى اخر مره رحت انتخبت؟ مالك يا بيت؟ تعيانة ولا ايه؟ انتخابات ايه؟ مالي ازاي؟ مالنا ازاي؟ انت مش قادر تفهم ان ازمتنا دي جزء من مشكلة المجتمع ككل؟ طب هي وصلت للمجتمع؟ دي ليلة من هيلة بستين نيلة. ايوه، مجتمع بايظ محتاج لإصلاح على قد ايه الناس عندها وعي سياسي وحس بمشاكل الناس. مالك يا بت؟ احنا مالنا احنا مال السياسة؟ انت سلبي وجاهل وما عندكش السوشيال بوليتيكال كومبريهنشن. مين؟ السوشيال بوليتيكال كومبريهنشن. انا ما عنديش شنشن. ايوه. يعني ايه؟ يعني سلبي وجاهل، وانا خلاص من بعد النهارده اللي هبقى سلبيه ولا جهل. ايه هتعملي ايه يعني؟ هرشح نفسي في مجلس الشعب. مجلس الشعب ايه؟ تضحك على ايه؟ يعني هم اللي بيرشحوا نفسهم دول احسن مني في ايه؟ هم رجاله، لكن انت ست هتتبهدلي. قول بقى انك غيران مني. وهغير منك ليه؟ انت هتسقطي بالثلث. انا انجح واكسب مليون راجل زيك. وهتشوف. بقولك ايه، ما بلاش ترشح نفسك في مجلس الشعب، انت رشح نفسك في مروستان احسن. كده طيب يا بخيت. هي ليله من ليله بستين نيله. اللي انا مش قادر افهمه، ليه واحد زي رسمي بيه يرشح نفسه في الانتخابات؟ يا ابني يا رفيقي، عدوية المجلس